وزارة المالية النهاردة بتتكلم في ايه؟ بتتكلم عن تخفيضات جمركية. تخفيضات جمركية، إشارة واضحة جدا إلى قرار جمهوري زي الأخبار ما ينشر النهاردة رقم 59 لسنة 2020. القرار ده، القرار ده زي ما الدكتور محمد معيط وزير المالية بيتكلم إنه تم بيه تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية اللي هي تضمن تخفيضات الرسوم الجمركية بنسب تزيد عن 50% على بعض مكونات صناعة الأساس والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة. رئاسة شغالة والوزراء دول كلهم موجودين، وزارة المالية بتتكلم على اللي هو ايه هنا الحراك الاقتصادي على قرار، تعرفين الناس بتشتكي طول الوقت من الجمارك وزيادة الجمارك، بيجي هنا هذا القرار الجمهوري اللي هو 59 لسنة 2020 عشان يعمل تعديل للفئة التعريفية الجمركية، وفي تخفيضات زي ما بقول لحضراتكم طبقا للخبر بتصل الى حوالي 50% على حاجات مكونات في التلفزيون والأجهزة المعمرة والبتروكيماويات وما الى ذلك. طيب خلونا، وهذا القرار لانه هذا القرار مهم جدا، خلونا نستمع من دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. دكتور مجدي اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا دكتور محمد. اهلا بيك. يعني احنا كنا بنستعرض للسادة المشاهدين القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وبنقول ان فيه انه هذا القرار بيضمن تخفيضات لرسوم جمركية بنسبة تزيد عن على 50% على بعض مكونات صناعة الأساس والبتروكيماويات. يعني مزيد من التفاصيل على هذا القرار يا فندم وازاي يعود بالنفع على المواطنين. هو الحقيقة قرار الجمهوري هو رقم 549 لسنة 2020. القرار ده طبعا قرار بيتعلق بتعديل فئات التعريفة الجمركية، وده زي ما احنا عارفين التعريفة الجمركية دي طبقا للنظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية. بعض التفريعات اللي فيها تفريعات دولية والأخرى تفريعات محلية. تمام. ولكن الفئات بتترك إلى الدولة علشان تحط الفئات اللي تتناسب مع حماية الصناعة الوطنية بتاعتها، ولكن في إطار الالتزام الدولي في WTO. الحقيقة القرار تضمن تعديلات مهمة جدا، بنتكلم على تعديلات المادة السادسة. المادة السادسة بتشير في التعريفة الجمركية إلى أن هناك حوافز أو مزايا في الفئات الجمركية المقررة على الأجزاء المستوردة للمصنع أو المنتج الوطني عندما يتم استيراد أجزاء، وكلما زاد المكون المحلي ازداد التخفيضات على فئة التعريفة الجمركية للمكون المستورد. تمام. دي بيسموها صناعات التجميع. صناعات التجميع زي ما احنا عارفين بتنصب على الصناعات الهندسيه، نتكلم على تجميع الاجهزه، تجميع السيارات. سيارات بالظبط. تجميع الالات، تجميع خطوط الانتاج. علشان كده الماده في التعديل القرار اللي احنا بصدده ادى تخفيضات اكثر، لكل ما تعمق المكون المحلي كل ما تزداد التخفيضات على فئه المكون المستورد، وبالتالي ده يعد حافز كبير لدفع الصناعة الوطنية نحو تعميق المكون المحلي. دي رقم واحد. رقم اثنين، بنتكلم على زي ما احنا عارفين وبنقرا في الجرايد الفترات اللي فاتت دي الاهتمام وتركيز القيادة السياسية على محطات تموين المركبات الكهرباء، وبنتكلم على انتاج السيارات الكهربائية في مصر. ده طبعا موضوع في غاية الأهمية، ولكن ما نقدرش ندفع بهذه الصناعة سواء كانت بالتجميع أو بالاستيراد من الخارج إلا إذا كان عندنا محطات تموين المركبات بالكهرباء. عددها غير متوفر بالقدر الكافي دلوقتي، وبالتالي عشان الدنيا ما تعطلش، لأنه لو ما فيش لو ما فيش المحطات دي هتبقى في مشكلة. بالظبط. فعملنا تخفيض فئة موحدة بنسبة 2% كضريبة جمركية على كل معدات تجهيز محطات التموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي. وزي ما احنا عارفين هذه المحطات فئة التعريفة الجمركية بتندرج من 5 ل 10 ل 20 وبعض الحاجات 30،
خدناها النهارده فئه موحده 2%، فده يعد تشجيع وحافز قوي جدا الى انه القطاع الخاص يتحرك ويشتغل في اعداد مثل او تجهيز مثل هذه المحطات. دي يعني تقريبا بعدين مهمين جدا واخدين شكل العموم في القرار الجمهوري، لكن اذا نظرنا الى باقي القرار الجمهوري بنلاقي بقى حمايه الصناعه الوطنيه بنخفض مدخلات الانتاج ولبعض السلع كمدخل، وبنرفع فئه المنتج النهائي حمايه للصناعه الوطنيه، يعني بعض الحاجات مثلا زي وفيها نقطه وفي نقطه مهمه كمان انك بتسد ثغرات تهرب جمركي كتيره يعني. بالتاكيد طبعا. يعني اللي حضرتك بتشير اليه هو علاج تشوه في التعريفه الجمركيه. فالتشوه يعني بعض الناس بتسميه نوع من انواع التهرب، فاحنا لما بنعالج التشوه الجمركي ده طبعا بيبقى بيسد ثغره في التعريفه الجمركيه. فالقرار كله الحقيقه بينطوي على حمايه المنتجين والمشروعات الانتاجيه والمصنعين في مصر. صحيح. بشكرك دكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير الماليه لشؤون الجمارك.